بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم باذن الله في الحلقه دي على الدي بي ام انيشال كونفيجريشن تاسكس. انا لحد كده عملت انستليشن للدي بي ام، محتاج بقى اعمل له انيشال كونفيجريشن تاسك، محتاج اعمل له كونفيجريشن مبدئي بحيث اقدر اشتغل. طيب تعال نبص ازاي هنقدر نعمل له انيشال كونفيجريشن. تعال بص معايا. اول حاجه، الاول تعال نتعرف على ازاي اقدر اعمل مانجمنت للدي بي ام. عندي طريقتين اعمل بيهم مانجمنت للدي بي ام، يا اما ثرو الدي بي ام 2010 كونسول او المانجمنت شيل. يبقى انا عندي طريقتين ان انا اقدر اعمل مانجمنت للدي بي ام، عن طريق الكونسول هو نازل معاه اللي هو الدي بي ام 2010 كونسول، او الدي بي ام مانجمنت شيل. طيب تعال نروح كده، بص تعال نروح للدي بي ام. ادي الدي بي ام، عندي اتنين ايكونز، واحد السيستم سنتر دي بي ام 2010 كونسول العادي، وده الدي بي ام مانجمنت شيل. تعال نفتح ده وتعال نفتح ده ونبص ده هيشتغل ازاي وده هيشتغل ازاي. طب تعال اول نروح للسلايد نبص عليه لحد لما يفتح. ده منظر الكونسول بتاع الدي بي ام 2010. طيب تعال نبص متقسم ازاي. طبعا زي ما احنا عارفين ان مايكروسوفت بتحاول تختار اسهل كونسول بحيث اقدر امانج بسهوله جدا. الدي بي ام كونسول سهل جدا جدا لدرجه ان هو من سهولته ان انت ممكن تكفر كل التابس باسرع ما يمكن. طب تعال نبص على اول حاجه. اول حاجه هو متقسم اكتر من جزء. اللي فوق ده المنيو بار اللي هو فيه فايل واكشن وفيو هيلب، منيو بار زي اي كونسول في الدنيا. النافيجيشن بار ده فيه خمسه تابس: المونيتورنج، البروتكشن، الريكفري، الريبورتنج، المانجمنت. هنا التاسك اريا، ديسبلاي بان، الديتيلز بان، الاكشن بان. بمعنى انا عندي خمسه مين تابس: مونيتورنج، بروتكشن، ريكفري، ريبورتنج، مانجمنت. كل واحد فيهم على اساسه بيظهر لي حاجه في الديسبلاي، بقف عليها بيظهر لي على اثرها حاجه في ديتيلز بان، ساعتها ممكن اخد اكشن عليها من الاكشن بين. يبقى انا عندي خمسه مين تيبس او تابس، اسف: المونيتورنج، البروتكشن، الريكفري، الريبورتنج، المانجمنت. طب تعالى كده بسرعه كده نعرف كل تاب من دول بيعمل ايه. المونيتورنج بيعمل مونيتور للدي بي ام سواء في البروتكشن او في الريكفري. طيب لو عايز اعمل باك اب لاي ماشين، او احنا طبعا خلاص استعوضنا كلمه ايه باك اب بكلمه ايه بروتكشن، ماشي، اروح في ناحيه ايه، ناحيه الايه بروتكشن تاب. طب انا خلاص خدت باك اب من الحاجه اللي انا عايز اعمل لها ايه بروتكشن، عايز اعمل لها ايه ريكفري، اروح ناحيه ايه الريكفري تاب. طيب انا عايز اطلع ريبورتس على انا عندي كام ريكفري بوينت مثلا، اروح لايه الريبورتنج تاب. تعالى بقى نروح للايه مانجمنت تاب. لو عايز ارمي ايجنت على اي ماشين اروح للمانجمنت تاب. لو عايز اضيف اي ديسك للستورج بول اللي عندي او اي تيب لايبرري اروح للايه مانجمنت تاب. يبقى انا عندي 5 مين تابس هتعرض ليهم ثرو اوت ذا كورس ونعرف كل واحد فيهم بيتكلم عن ايه بالظبط. قال لك اهو المونيتورنج تاب ده بيعمل ايه؟ بيمونيتور الستيتس بتاع الدي بي ام بروتكشن وريكفري جوبس، ومقسوم لايه؟ لجزئين: اليرتس تنبيهات، وجوبس وظائف اوريدي او كارنتلي بتعمل. يعني لو انا عندي ايرور، عندي وورنينج، عندي اي انفورميشن هتظهر لي فين؟ في التاب بتاع الايه؟ الاليرتس اللي هو تحت الايه؟ مونيتورنج تاب. لو في اي كارنتلي جوب
بترن حالا سواء بروتكشن او سواء ريكفري اي حاجه من دول هيظهر لي فين؟ في الجوب تاب تحت المين تاب اللي هو ايه المونيتورنج تاب. لو عايز اعمل اي باك اب او عايز اعمل بروتكشن لاي ماشين عندي يبقى انا هروح ناحيه ايه البروتكشن تاب اللي هو تاني تاب اللي انا اوريدي واقف عليه حالا. ده منه ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل كرييشن لنيو بروتكشن جروب او امانج اكزيستنج جروب اوريدي موجود اعدل فيه. ممكن امانج الديسك الوكيشن بتاعه والسكيدول انا عايز اعمل فيها حمايه للايه للماشين دي. واقدر اعمل كونسيستنسي تشيك سواء اوتوماتيك او مانوال، واعمل سينكرونايزيشن تشيك سواء مانوال او سكيدولينج بناء على احتياجاتي. دول اول تابس انا بكلم فيهم اللي هو المونيتورنج تاب، بيديني او بيتفرع جزئين اليرتس وجوبس. اي ايرور اي وورنينج اي انفو هيبان في الالرت تاب، اي كارنت جوب سواء بروتكشن او ريكفري هيبان لي في الجوبس تاب. البروتكشن لو انا عايز اباك اب او اعمل بروتكشن لاي سيرفر عندي، اي كلاينت عندي، اكشينج، شير بوينت، سيكوال، وات ايفر، يبقى انا ايه محتاج اعمل ايه؟ اعمل كرييشن لبروتكشن جروب جديد. منين؟ من البروتكشن تاب. لو عايز اعمل موديفيكيشن لاي اكزيستنج بروتكشن جروب عندي اعدل فيه، اعدل في السينك تشيك او في الكونسستنسي تشيك، اروح للايه؟ للبروتكشن تاب. طيب تعال نبص على باقي كمان 3 تابس. لو عايز اعمل ريكفري هروح لايه؟ ريكفري تاب. اي ريكفري بتتم ثرو التاب دي اللي هي ريكفري تاب. اي ريبورتس، اي ريبورتس انا عايز اعمل لها رن خاصه بالباك اب والريكفري بروح فين؟ للريبورتنج تاب ده، تاب اسف ده اهو، run reports to outline current and historical information about backup and a recovery. طيب اخر تيب وهو المانجمنت تيب زي ما لسه قايل من شويه، ده بيمانج الدي بي ام ايجنت. يعني لو انا حرمي ايجنت على اي ماشين بروح للايه؟ للمانجمنت تاب. لو انا هضيف ديسكس للستورج بول بتاعه الدي بي ام هروح للمانجمنت تيب، اسف تاب. انا بغلط كتير في التيب والتاب عشان انا اوريدي بستعمل تيبس في الدي بي ام اسمها تيب لايبرز. اوكي لو عايز اضيف اي تيب لايبرز حلو بروح لمين؟ للمانجمنت تيب. ودول الخمسه مين تيب تابس اللي انا برجع لهم عشان اعمل مانجمنت للدي بي ام كونسول. تعالى بقى نروح للباور شيل. قبل ما اروح للباور شيل اروح ابص على الكونسول بتاع الدي بي ام. ده اللايف كونسول عباره عن ايه؟ عن المنيو بار، عباره عن النافيجيشن بار، الاكشن بين، الديسبلاي بين، الديتيلز بين. اوكي بص معايا، المونيتورنج بيتقسم اتنين تيبس، اليرتس التنبيهات، اي ايرور اي وورنينج اي انفورميشن هيظهر لي في الالرتس، اي كارنت جوب خاصه ببروتكشن او ريكفري هتظهر لي هنا اهو. لو عايز اعمل بروتكشن لاي ماشين عندي هروح ناحيه ايه؟ البروتكشن تاب ده، واقدر منها اعمل كرييشن اهو. ممكن اقدر اعمل كرييشن، اعمل لاي بروتكشن جروب جديد او اعمل موديفاي لاي بروتكشن جروب لاي بروتكشن جروب اوريدي اكزيست، او استوب ان انا اخد باك اب من اي جهاز اوريدي قائم عندي. اي حاجه خاصه بالريكفري هروح لايه؟ الريكفري تاب. اوكي وده بيقول لك انت عندك كام حاجه انت عامل لها بروتكشن وانت ممكن تقدر تعمل منها ريكفري اند سو اون. الريبورتنج انا باي ديفولت عندي 6 ريبورتنج
او 6 ريبورتس موجودين انا بقدر اعمل لهم رن. طبعا ده محتاجين ان يكون عندي داتا اوريدي موجوده عشان اقدر اطلع منها ريبورتس. المانجمنت ودي من اهم تاب بقدر اعمل منها الانيشال كونفيجريشن تاسك. هي ممكن ارمي ايجنت على اي ماشين، اعمل اضيف اي ديسك للستورج بول اللي عندي، اضيف اي تيب لايبرري عندي. اوكي، فالدنيا سهله جدا، والدي بي ام كونسول سهل، مش محتاج صعوبه ان حد يفهمه، لا بالعكس ده سهل جدا جدا جدا. تعال نرجع للسلايد. عندي طريقه تانية ان انا اقدر اعمل منها مانجمنت للدي بي ام ثرو الباور شيل. اصبح عندي في الدي بي ام عندي باور شيل. اوكي، لو انت خدت بالك ان هو بيطلب منك ان يكون نازل على نفس المكنه اللي هي ويندوز سيرفر 2008 او 2008 R2 نازل عليها الباور شيل 2.0. اشمعنى؟ عشان هو يقدر يرن حاجات على الباور شيل. طيب مثلا تعال بص معايا كده، دي البيزك دي بي ام باور شيل كومنتس. طبعا احنا عارفين ان باور شيل بيكلم كلمتين فيرب وناون. تعال نشوف بيشتغل ازاي. تعال نعمل مينيمايز الكونسول ونفتح الباور شيل. اوكي، الباور شيل بايه بيستخدم كلمتين فيرب زي جت وناون زي ايه كوماند او اي كوماند انا استخدمه. ممكن مثلا اقول له ايه جت، هنا بص دي بي ام كوماند، دي بي ام كوماند، واقول له انتر. خد بالك ان جت دي بي ام كوماند، الفيرب جت دي بي ام كوماند ده ايه ناون. خد بالك هيجيب لي كل الكومنتس، كل الكومنتس اللي هي مستخدمه مع الدي بي ام. زي ايه مثلا؟ اد داش دي بي ام ديسك، لو عايز اضيف ديسك. خد بالك اد دي الفيرب، دي بي ام ديسك ده الناون. اوكي، عايز اضيف تيب اقول له اد داش تيب. ماشي، عايز اكونكت على دي بي ام سيرفر اقول له ايه كونكت داش دي بي ام سيرفر. مثلا عايز اسيرش على الديسكس اللي عندي اقول له جت دي بي ام ديسك. اوكي، هتلاقي كلها خد بالك فيرب وناون. اقول له مثلا نيو داش بروتكشن جروب، ادي الفيرب وادي الناون. اوكي، طبعا لو عايز اجيب هيلب عن الكوماند ده اقول له جت هيلب، واقول له مثلا نيو داش بروتكشن جروب، هات لي الهيلب بتاع الكوماند اللي اسمه نيو داش بروتكشن جروب. خد بالك هنا كده فوق قال لك ان ده الكوماند اسمه نيو داش بروتكشن جروب. ده عشان تعمل ايه؟ ده وظيفته كله انك تقدر تكريت النيو بروتكشن جروب اون دي بي ام سيرفر. طيب اشتغل بيه ازاي؟ طبعا الراجل مديك كذا مثل. اوكي، هبص اهو بيقول لك انت لو عايز كذا مثل اكتب لي بس الكوماند ده وفي الاخر قول له examples. هيقول لك مثلا ادي نيو داش بروتكشن جروب داش الدي بي ام سيرفر نيم اسمه ايه؟ الدي بي ام سيرفر نيم اسمه تيستنج سيرفر داش النيم، النيم بتاع البروتكشن جروب اسمها ترايل بروتكشن جروب. ده مثلا مثل من الكوماند بتاع النيو داش بروتكشن جروب. اوكي، فانا عندي طبعا الباور شيل بيكلم كلمتين، لازم ابقى انا فاهم وحابب يعني باور شيل بيكلم كلمتين فيرب وناون. ادي مثلا اهو جت داش دي بي ام كومنتس، هيجيب لي كل الكومنتس بتاعت الدي بي ام، ولو عايز اعمل هيلب هعمل هيلب اند سو اون. ماشي،
طيب احنا حاليا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في الادنج ديسكس او اسف في الانيشال كونفيجريشن تاسكس. محتاج اضيف ديسك، اضيف ديسك للستورج بول. انا لحد دلوقتي ما عنديش ولا ستورج بول، انا كان كل اللي عندي كان عندي سيرفر اوكي 8 جيجا رام 2.33 كواد كور، عندي هارد عادي 100 جيجا، رحت مقسمه تو بارتيشن سي ودي، السي رحت منزل عليه الدي بي ام انستليشن، الدي فاضي مش لازم عندي حاليا. طيب محتاج انا ايه؟ اضيف الستورج بول. لو انت فاكر احنا قلنا قبل كده الديسكات اللي انت عايز تخصصها انك تحط عليها الداتا بتاعت الدي بي ام اللي هي الريبليكا لازم تبقى ايه؟ فاضي خالص، معلوش ولا بارتيشن. انا بعيد اهو وازيد تاني، فاضي خالص معلوش ولا داتا ولا متفرمط ولا عليه اي بارتيشن ولا عليه اي ايه داتا. اوكي تعالى نروح نبص كده، انا عندي ديسكات ايه، اقول له جيت دي بي ام ديسك، السيرفر اسمه ايه؟ اسمه دي بي ام 2K10. هيقول لي هو عليه ديسكات ايه خاصه بالدي بي ام، هو فيه غلطه طبعا، السيرفر ما اسموش كده، جيت دي بي ام ديسك، السيرفر اسمه دي بي ام 2K10. ما جابش اي حاجه، دي معناه ان هو مش لاقي ولا ديسك خاص بالدي بي ام. طب واحد يجي يقول لي طب يا عم انا عندي ديسك اللي هو نازل عليه الدي بي ام، تعالى في الاستورج كده، انا كل اللي عندي ديسك زيرو وده متقسم. قال لك لا، الدي بي ام مش هيشوف اي ديسك فيه تقسيمات ولا عليه اي داتا، هو عايز ديسك بلانك فاضي خالص ان الوكيتد معلوش اي نوع من الداتا خالص. طيب دي اول حاجه عايزين نبص عليها. اوكي انا هروح اشتري ديسكات واحطها للراجل ده واشوف ازاي اقدر اعمل او اضيف ديسكات للستورج بول بتاعتي. ليه؟ ان لحد دلوقتي حالا ما عنديش اي ستورج بول اقدر اخزن عليها الريبليكا اللي انا هاخدها من السورس بروتكتد كمبيوترز اللي انا عايز احميها. اوكي يبقى لك روح للمانجمنت تاب ماشي، وروح على ديسكس وقول له انا عايز اضيف ديسك جديد، او ثرو ايه الباور شيل اقول له جت دي بي ام ديسك واقول له انا عايز اضيف الديسك اللي اسمه كذا. اوكي منين؟ هروح للمانجمنت تاب، اروح اقول له عايز اد ديسك واضيف الديسك. اوكي فاحنا باجي على مانجمنت تاب ده واروح عامل ايه؟ اقول له اد ديسكس. اوكي طبعا بعد لما اجي على الديسك تاب اقول له انا عايز اعمل اد وايه اسيرش على الديسك واضيفه للستورج بول. تعالى معايا نعمل القصه دي ونرجع تاني للسلايدز. ادي هروح للمانجمنت، اروح المانجمنت، اروح للديسكس، اكبر شويه بس عشان انا اشوف. قال لك انت عندك ستورج بول فاضيه خالص، معلاش ولا ديسك، ملاش اي مساحه خالص، فاضيه. طيب اعمل ايه؟ اقول له انا عايز اد، اكبر دي سنه كده عشان اشوف كلمه ديسكس، هو مش عايز يظهرها، طب الحمد لله. اقول له انا عايز اعمل ايه؟ اد ديسك، هو مش حاسس بيه خالص. طب اقول له ريسكان عشان يحس بيه، هو برضو مش حاسس بيه خالص.
مع ان انا حطيت فيزيكال هارد ديسك جوه السيرفر عشان يشوفه. طيب معلش اروح على الديسك كونفيجريشن ديسك مانجمنت، عايز اتاكد ان انا حطيت الجهاز وهو الجهاز اراه. هروح للديسك مانجمنت، هبص الاقي فعلا ان في ديسك 0 ديسك 1 حجمه 950 جيجا، اوكي، لكن هو اوفلاين. انا بس هعمله اونلاين وهعمله انشلايز عشان يحس بيه، او جاست بس ان هو يحس بيه، اقول له اوكي، وهيستل اللي ايه مساحه 950 جيجا ان الوكيتد. الدي بي ام بيقول لك محتاج سبيس ان الوكيتد، معلاش اي داتا خالص، معلاش اي داتا خالص ولا متفرمطه حتى. اوكي، هرجع تاني للدي بي ام وابص كده، اقول له سكان، برضو ما شافوش، اقول له اد، شافه المره دي، شاف ان في ديسك واحد حجمه 950 جيجا، الفري بتاعه 950 جيجا. قال لك الدي بي ام ويل يوز افيلبل فري سبيس ان ذا ديسكس and will not delete any data that is a present. لو في عليها داتا مش هيمسحها. هقول له انا عايز اضيف الديسك ده، ادي الديسك ده ايه هشتغل عليه. طبعا لو عندي اكتر من ديسك ممكن ايه اضيفهم في الاخر كلهم بالنسبه لي ستورج بول. اوكي، قال لك خلي بالك يو هاف سيلكتد بيزك ديسك، انت اخترت بيزك ديسك، لكن الدي بي ام هيعمل له كونفرت، هيحوله لديناميك ديسك and any existing volume، اي partition عليه هتحول هتبقى simple volume. عايز تكمل؟ اقول له اه، هو اصلا معلوش اي حاجه خالص، فانا مش فارقه معايا ان هو ايه يحوله من basic لايه dynamic. اقول له yes، هيقاد الديسك ده للستورج بول وهديني عنه برضو احصائيه حلوه. بص بقى الكلام الشيك قوي، بيقول لك الستورج بول بتاعتك عندك ديسك واحد حجمه 950 اليوزد منه 0.01 جيجا، الان الوكيت بالنسبه لك 950 هو اسمه كذا منه حجمه قد كذا قد كذا منه ان الوكيتد. طبعا لو جبت شويه كده هتلاقي في حاجه في اي داتا، لا مفيش اي حاجه. اوكي، اسمه كذا وهو هيلسي شغال، اليوزد منه قد كذا، الان الوكيتد بالنسبه له قد كذا، هل عليه اي داتا لحد دلوقتي، هل في اي جهاز انت عامل له بروتكشن واخد منه ريبليكا على الجهاز. لو انت اي جهاز انت عامل له بروتكشن واخد منه ريبليكا هيقول لك خلي بالك ان في عليه ريبليكا من السي بتاع الجهاز ده، وعليه داتابيز من الاكشن سيرفر بتاع الجهاز ده، وعليه شير بوينت ليست من شير بوينت كذا، وعليه سيكوال داتابيز من السيكوال سيرفر اللي اسمه كذا. اوكي، يبقى خلي بالك ان كل ديسك انت بتحطه ممكن تقدر تشوف الاي بي ام بتاعته، لكن كلهم في الاخر بتحسبوا كانهم ايه ستورج بول للدي بي ام. اوكي، طيب تعالى برضو نروح نبص عليه. خد بالك ان هو بقى نوعه ايه دايناميك، لكن ستيل معلوش اي ديتا خالص. تعالى نرجع تاني للسلايدز. يبقى احنا فعلا رحنا للمانجمنت وعملنا ايه، وعملنا اد، ضفنا اول ديسك عندنا. طبعا لو عندنا ديسك 2 3 4 ممكن تعمل لهم اد وتضيفهم كلهم، هيبقوا جوه الاستورج بول بتاعت ال دي بي ام 2010. ماشي، وهنا كده هيقول لك ان انت عندك ديسك 1 او 2 او 10 وهم حجمهم قد كذا، وكل ديسك ليه تفاصيله. اوكي، تعالى بقى نروح للتيب لايبرري. طبعا انت عندك لو عندك فيزيكال تيب وعايز تجرب عليه ده يبقى شيء عظيم. ما عندكش، في طبعا في اكتر من سوفت وير فري ممكن انت تعملهم داونلود، وهم يسمحوا لك انك تقدر تعمل فيرتشوال تيب لايبرري. ماشي، وتضيفها عندك مثلا منهم
سوفت وير اسمه الستار وين سوفت وير. اوكي ممكن يعني ممكن منه تقدر تعمل فيرتشوال تيب لايبرري وتضيفه للدي بي ام سيرفر عشان بس ايه تقدر تضيف تيبس وتعرف يعني ايه تيبس ماشي. وهتروح برضو للمانجمنت لكن لللايبرز تيب وتقول له انا عايز ايه اضيف لايبرري هو هيشوفها اند سو اون. طيب انا جبت سوفت وير من على الانترنت اسمه فاير ستريمر. اوكي تعال بص عليه. جبت سوفت وير اسمه فاير ستريمر 64 بت. ده بقدر اعمل بيه فيرتشوال تيب لايبرز. حاليا بص كده انا ما عنديش خالص تيب لايبرز، مفيش اي تيب لايبرز خالص. لما انا عملت الاسكان مفيش خالص، هو مش شايف اي لايبرز. اوكي طب انا عايز احس ان انا في ريال انفايرمنت. طيب هعمل ايه؟ هنزل حاجه اسمها فيرتشوال تيب لايبرري. هعمل سيت اب للسوفت وير ده، ده بس في التست انفايرمنت فقط لا غير، مش في اللايف طبعا. في اللايف لازم يبقى عندي ايه تيبس اوريدي موجوده. وزي ما قلنا لازم تتاكد ان التيبس اللي انت هتجيبها دي تبقى سبورتد مع الدي بي ام 2010. ليه؟ ان لو عندك تيبس سبورتد مع الاكشينج اسف مع الدي بي ام 2007 بالشرط تبقى سبورتد مع الدي بي ام 2010. اوكي عن طريق الفاير ستريمر ده هقدر اعمل فيرتشوال تيب لايبرز، وده فري لمده 30 يوم من على موقع الفاير ستريمرز. اوكي بيعمل له انستليشن، هنستنى بس دقيقه دقيقتين يخلص. اهو طلع لي بره شورت كات كده، معناه ان هو نزل. طيب انا عايز اتاكد ان انا عندي ليه تيبس. حاجه على كمبيوتر رايت كليك بروبرتيز، هقول له الديفايس مانجر، هجيب لي كل الديفايسز اللي هي كارنتلي موجوده. حل انت عندك تيب درايفز 5 تيبس، يبقى ده تيب ديفايس عليه 5 تيبس اوريدي موجودين. طيب انا عايز اعرف الدي بي ام ان في عندي تيب لايبرز. هروح للمانجمنت هقول له لللايبرز، اقول له الاسكان اهو. خد بالك ده هيعمل ايه؟ هيرفرش الاستيت ويشوف هل في currently attached libraries ولا لا. هقول له scan، خد بالك ان هو ايه عمل ريسكان وشاف فعلا ان في libraries وهم خمس ديسكات اهو. library واحد في كم تيب؟ في في خمسه طبعا، كل واحد منه اقدر اعرف تفاصيله ونوعه ايه وحجمه ايه وعليه data قد ايه. اوكي يبقى احنا كده عملنا يعني اهم حاجه الانيشال كونفيجريشن تاسكس. لنا حطيت الاستورج بول وحطيت التيب لايبرز عشان اقدر اخد ريبليكا من اي سورس كمبيوتر عايز اخد منه ريبليكا واعمل له بروتكشن. اوكي لحد كده يبقى احنا خلصنا الـ initial configuration task، وشكراً.